السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فادي بكاوي من تنساي تيونينج. اليوم راح نحكي على موضوع شوي احنا كثير بنسأل عنه بتنساي تيونينج، هو موضوع الكلتش. الكلتش لسيارة مانيوال هاي هورس باور هو موضوع كثير حساس، وموضوع راح نطرقه من الزوايا اللي دائما بنسأل عنها، هي موضوع اللي هو الباور كاباسيتي او التورك كاباسيتي. لانه خلينا ننتبه مع بعض ان التورك number of torque هو اللي كتير حساس في اختيارك للكلتش، يعني هو torque capacity اكثر ما يكون انه horse power capacity. الموضوع الثاني هو drivability اللي هي البادل effort, launch quality, noise, operation noise, صوت الكلتش اثناء الاستعمال. الموضوع الثالث هو life، يعني كم بيعيش هذا، بيعمر الكلتش هذا كل فترة، كان لازم شو نوعية صيانة لازم ينعملها وكم راح يعيش. والموضوع الأخير اللي هو كومبينيشن من كل الأشياء هذه وموضوع السعر. فراح نشوف الفروقات بأنواع الكلتشز من الزوايا هذه مع بعض إن شاء الله. طيب الآن بدنا نتحدث عن العوامل أو الصفات اللي بترفع التورك كاباسيتي أو الباور كاباسيتي تبع أي كلتش. أول شيء هو النمبر أوف ديسكس، يعني الكلتش هو سينجل ديسك او توين ديسك او تريبل ديسك. طبعا في كواد ديسك وفي عدد اكبر، بس الدارج في السيارات لغايه 1000 حصان من سنجل لغين تريبل. سو عدد الديسكات كل ما زاد كل ما ارتفع التورك كاباسيتي تبع الكلتش. فممكن تقريبا انك تعتقد انه التوين بليت كلتش بيحمل تقريبا دبل السنجل، والتريبل بيحمل مره ونص اكثر كمان. فكل ما زادت عدد البليتات كل ما ارتفع التورك كاباسيتي. الموضوع الثاني هو الفريكشن ماتيريال تبع الكلتش ديسك. يعني الفريكشن ماتيريال هي نوعية الفريكشن ماتيريال اللي ملبسة للديسك اللي هي بتعمل الفريكشن مع الديسكات او مع الفلاي ويل. هاي النوعية الاولى هي بسموها اورجانيك. الاورجانيك هذه شبيهة بمعظم الكلتشات اللي بتيجي او اي ام على سيارات من الوكالات. الOEM وتقريبا الستيج 1 بيجوا اورجانيك ماتيريال، ممكن تكون مطعمة بشوية نحاس لكنها هذه بتوصف بانها اورجانيك ماتيريال. الماتيريال الثانية اللي هي السيراميك او الميتاليك او سيراميتاليك بيسموها، فممكن تكون خليط ما بين نحاس وسيراميك كومباوندز، بتختلف من شركة لشركة. يعني مش كل سيراميك ديسك او ميتاليك ديسك هو نفس الماتيريال، شركة لشركة بيغيروا الكومباوندز، مثل الكومباوندز تبع البريك بادز كيف مختلفة، فهذه بتكون كمان مختلفة، ممكن تكون اجريسيف ممكن تكون انعم، وكل ما شركة بتختار الماتيريال تبعها. الماتيريال الثالثة المستعملة هي الكربون. هذا معانا كربون ديسك، هذا الكلتش كاربون كلتش، هذا دراي كاربون كلتش طبعا، والكلتش خفيف الوزن بيعيش اكثر، الوير ماله كثير قليل. هذا اول شيء. ثالث شيء هو الكلامبينج فورس تبع البريشر بليت. يعني البريشر بليت هذه اللي هي بتضغط على الفريكشن ماتيريال على الديسكات، هني ممكن تكون كلامبينج فورس تبعها مثلا 1100 كي جي في 1300 في 1500 1800 2000. فكل ما زاد البريشر اللي بتعمله السبرينجز هذه كل ما زاد التورك كاباسيتي تبع الكلتش. بس طبعا كل ما ارتفع البريشر بليت كلامبينج فورس بيكون هذا على حساب البادل ايفورت. يعني البادل القاسيه معناها انديكيشن لسبرينجز قاسيه او بريشر بليت كلامبينج فورس عالي. هذه العناصر اللي بتأدي انه كلتش يكون التورك ريتنج تبعه اعلى من كلتش تاني. طيب المواصفات الاخرى في الكلتشات اللي بتأثر على الدرايفابيليتي. الدرايفابيليتي اولها هو السايز، الديسك سايز. يعني في عندنا مثلا هذا قدامنا اكزامبل كوارتر ماستر. كوارتر ماستر مستعملين ديسك سايز مال الديسك هو 7.25 انش، يعني تقريبا 185 ميلي. في مثلا كلتشات المشهوره اللي هي الاكس دي، الاكس دي بتستعمل 200 ميلي يعني تقريبا 7.8 انش، والاي تي اس شركه اي تي اس بتستعمل هون 230. طيب مين الافضل؟
ما في افضل، راح نستنتج مع بعض انه الكلتش الصغير سايز دياميتر هو اخف بالوزن، وبالتالي عشان هيك كواتر ماستر مزغرين الكلتشات اساس يكون لما يعمل توين او تريبل يكون خفيف الوزن. لكن الاي تي اس مستعملين كبير لانه الكلتش الكبير بيحتاج كلامبينج فورس اقل، فانت لما يكون الكلتش اكبر بحاجه لبريشر بليت كلامبينج فورس اقل، وبالتالي بدل افورت انعم، بس وبالتالي الكلتش راح يطلع اثقل. فعشان يحلوا الموضوع كبروا الكلتش بس استعملوا لايت ويت ماتيريال، يعني انا بكبر الكلتش عشان اخذ بدل افورت ناعم، ولكن استعملت كاربون ماتيريال اللي هي خفيفه. يعني لو قارنا كاربون بالسيراميتاليك انا مش قادر اوصف لكم الفرق في الوزن، هذا جدا خفيف مقارنه بهذا، ولكن الضريبه طبعا هي السعر. الشيء اللي بيأثر على الدرايفابيليتي ايضا هو الوزن الكامل للكلتش اسيمبلي. كلتش اسيمبلي هي عباره عن الفلاي ويل والديسكات والانترميديت ديسكس والكفر. فلما احنا نحاول نخفف الكلتش بنعمل كفر من الوي اللي هو يعني الومنيوم، بنعمل ديسكات صغيره، بنعمل فلاي ويل الوزن تبعه خفيف، معمول له ماشينينج هون ليخفف وزنه. اي افضل، لايت ويت كلتش ولا هيفي ويت كلتش؟ بيعتمد على الاستعمال. اللايت ويت كلتش بيساعد في الهاي ار بي ام شيفتنج، يعني اذا انت بتعمل دراج او عندك هاي ار بي ام شيفتنج راح تلاحظ انه الكلتش الخفيف بيعمل شيفتنج اسرع وبيخفف فرص المس شيفت. لكن في الدرايفابيليتي لونش من الصفر او ديلي درايف او ترافيك راح تلاقي انه الكلتش الهيفي كلتش كثير سواقته احسن وكثير ايدل احسن. اذا في عندك مشاكل طفيه السياره بتطفي، لما بترفع رجلك تحس بالديسيلريشن انه في طفيه، هذا لان الكلتش خفيف. الكلتش الخفيف مش افضل في الديلي درايف، مش افضل للسياره تستعمل على الطريق. فانت لازم تكون واعي وعارف بالضبط استعمال السياره الاكثر. اذا استعمالك كله ريسنج اكيد روح لكلتش خفيف، اذا استعمالك على الشارع كلتش خفيف راح يضرك في كثير نواحي. الفريكشن ماتيريال لها علاقه في الدرايفابيليتي وسهوله الاستعمال. يعني النويز اللي بنسمعه من الكلتشات مرات لما بدوس كلتش، الكربون نويز خفيف، يعني صوت الكربون كلتشز خفيف، الاحتكاك في الطلعه راح يكون صوته خفيف. فاذا بدك لو نويز الكربون هو خيارك. كمان الاورجانيك ماتيريال كمان صوت الاحتكاك مالها خفيف، فصوت الاوبريشن لما تطلع في اللونش راح يكون خفيف. السيراميتاليك اعلى صوت، خاصة لما تدوس كلتش راح تسمع صوت رنة مع الانترميديت بليتس مع ديسكات النحاس. طيب في موضوع بتعلق بالاوبريشن كمان مهم جدا ان نحكي عليه، هو موضوع الاوبريشن. يعني اذا سمعت عن كلتش، في كلتشات بيسموها بوش تايب، هذا كلتش معانا بوش تايب. بوش تايب يعني البيرنج والريليز بيرنج بتضغط ضغط على السبرنجات هذه حتى تعمل ديسنجيجمنت، يعني انت مضطر تضغط على الدايفرام سبرينجز هذول الى الداخل اساس يعمل ديسنجيج الكلتش. البوش تايب از مور ريسنج اورينتد، يعني سيارات سباق اكثر بتفضل هذا النوعيه، بيعمل ديسنجيج سريع وبيعمل انجيج سريع، فالشيفت تايم ممكن يكون اسرع. في مشاكل ايضا نحكيها لما نحكي على البول تايب. هذا البول تايب اللي معظم الاو اي ام بيستعملوه، البول تايب هون بيكون في ريليز بيرنج وفي الفورك تمسك بالريليز بيرنج، وبالتالي انت بتعمل بول على الدايفرام سبرينجز، بتعمل الفورس هي بول اساس يعمل ديس انجيج. معظم السيارات الاو اي ام جاي من الوكاله هي بول تايب، والبول تايب هو المستعمل اكثر. لكن البول تايب مريح اكثر لللونش من الصفر في ديلي درايف، بيعطيك ويندو اكبر للانجيجمنت لانه بيعمل سليب اكثر. سليب اكثر اريح لللونش، ولكنه بيرفع التمبرتشر تبع الديسكس. يعني السليب معناه احتكاك، احتكاك يعني تمبرتشر، بيرفع التمبرتشر اكثر، ويمكن يكون الشيفتنج فيه تايم كتايم ابطا شوي لانه ديس انجيجمنت ابطا من ال. كان عندنا مشكله في الريسنج ابلكيشنز مع البول تايب انه هذه الكولر او اللي هي البول كونكتر هذا
كان في بعض الانواع طبعا هذا مش منهم، هذه كثير انهانسد الكولر هذا كان بيفك، يعني انت بتدعس تدوس كلتش وبتبدل بسرعه كانت هذه الكولر بتنفك من محلها وبالتالي انت بتفقد الكلتش وبتطلع برا الريس. في انواع زي هذه مثلا اذا قارنا هذه اللي هي الاي تي اس عليها باتنت ديزاين وقارنا مثلا النوعيه هذه، شوف الميكانيزم هاي قديش كليمزي يعني خفيفه، هذه معرضه دائما انها ممكن انها تنفك، لكن هاي بالديلي درايف اريح في القياده. هذول كانت الاشياء اللي حبينا نعمل عليهم هايلايت بيأثروا على قرارك في نعومة الكلتش استعماله. الان بنوصل للقرار، كيف تختار كلتش؟ صراحة الموضوع كثير بتعلق في البجت، وهلا راح حدثك بالضبط كيف نعمل كونكلوجن على كل الحكي اللي حكيناه. طيب في معلومتين حابين نصلحهم شوي، في معلومات اخطاء شائعة متداولة بانه الدبل بليت اقسى من السنجل بليت والتريبل بليت اقسى واقسى، يعني كدعسة او بادل افورت اقسى. هذا الكلام مش صحيح. القساوة بتعتمد حكينا على السايز تبع الديسك وعلى الكلامبينج فورس تبع البرشر بليت. يعني انت لو بتختار تريبل بليت كلتش انت هيك زدت التورك كاباسيتي، فاخترت بريشر بليت ناعم مثلا 1100 كيلو جرام، هذا طبعا الخيار اللي انا مختاره بسيارتي الشخصيه، راح تتفاجئ بانه تريبل بليت كلتش مع بادل افورت اقل من الوكاله، يعني كلتش الوكاله كان اقصى من الكلتش التريبل بليت. هذا تم تحقيقه باختيار بريشر بليت كلامبينج فورس قليل بس مع عدد كلتشات اعلى. هذا واحد. المغالطة الثانية اللي بتحكي انه الكاربون كلتش لازم يتحمى واذا ما تحمى بيسلب او لازم انك ترفع التمبراتور تبعه، لا هذا الكلام. في نوعين من كاربون كلتش، هذا الكاربون كلتش اللي معانا اليوم هو بسموه كاربون ستيل، يعني الديسك هي كاربون والانترميديت بليت والفلاي ويل والبرشر بليت هم ستيل، فانت بيصير عملية فريكشن بين كاربون وستيل. هاي النوعية ما بتحتاجش لا تتحمى ولا حرارة وممكن تستعملها من البارد الطبيعي. في كاربون كلتشز اللي هو بيسموه الكاربون كاربون، الكاربون كاربون عبارة عن انترميديت بليتس بتكون كاربون والديسكس كاربون والفلاي ويل والبريشر بليت عليهم لاينين كاربون، فالكاربون دائما بيحتك مع كاربون. هذه سبيشاليتي كلتشز مكلفة طبعا كثير وسبيشال اوردرز، هذه للابليكيشن اللي فوق ال 1200 حصان 1500 حصان، ويمكن هذا الكلتش هو اللي الناس بتتكلم عليه اللي بحاجة انه يحمى شوي او راح يختلف الفريكشن تبعه مع الحرارة، مش الكلتش اللي بنتكلم عليه. فكونكلوجن احنا ما في اختيار واحد لجميع السيارات، لازم نعرف البودجت ولازم نعرف الهورس باور ريتنج شو انت بتحتاج. فمثلا شركة اي تي اس هون عندها الخيارين بوش وبول، فانت لازم تقرر استعمالك الاكثر على الشارع او ديلي درايف لازم تروح للبول. البول ممتاز جدا في السواقه العاديه، البوش از مور اورينتد للريسي. الحين اعتمادا على البادجت تبعك طبعا لا يعلى على الكربون كخفه وزن، فاذا بدك تروح مالتي بليت الكربون افضل شيء انه يكون توين كربون او تريبل كربون، ولكن اذا في مشكله بالميزانيه ممكن يكون سيراميتاليك ايضا ممتاز لانه بيستعمله 230 ملي فدرايفابيلتي تبعه ممتاز. فانت ممكن يكون عندك توين سيراميك او سيراميتاليك كلتش. لكن في نوعيه ايضا بسموها هايبريد، هايبريد يعني بيكون عندك توين بليت كلتش او تريبل بليت كلتش، بيكون واحد سيراميتاليك والثاني كاربون، هذا بسموه توين هايبريد او تريبل هايبريد. في تريبل هايبريد بيكون اثنين كاربون وواحد سيراميتاليك. اعتقد انه عمل مفاضله بين الكواليتي تبع الكاربون والدرايفابيلتي تبع الكاربون مع البرايس ادفانتج تبع السيراميتاليك، فممكن يكون خيار لبعض الناس مناسب. الميزانية مفتوحة، تريبل كاربون هو المفضل. في ليميتيشن للميزانية، ممكن يتروح هايبريد، برضو السيراميتاليك مش سيء، لكن بيرجع الخيار لك حسب الميزانية. بالنهاية بنتمنى ان نكون بس ألقينا الضوء على بعض، اكيد ما غطينا موضوع الكلاتشات بالكامل، اكيد سيبقى عندكم كثير اسئلة، ولكن اتمنى اني القيت الضوء على بعض الاساسيات تبعت الكلتش على البعض يستفيد. شكرا جزيلا.